بسم الآب والابن والروح القدس، آمين. الأسبوع الخامس من العنصرة، نهار التنين. أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. متى 18-15. قال الرب يسوع لتلاميذه: اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهروا البرص، واطردوا الشياطين. مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في أكياسكم، ولا زادا للطريق، ولا ثوبين، ولا حذاء، ولا عصا، لأن الفاعل يستحق أجرته. وأي مدينة أو قرية دخلتموها، اسألوا فيها عمن هو أهل لاستقبالكم. وأي مدينة أو قرية دخلتموها، اسألوا فيها عمن هو أهل لاستقبالكم، وأقيموا هناك إلى أن ترحلوا. وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان هذا البيت أهلا فليحل سلامكم عليه، وإن لم يكن أهلا فليعد سلامكم إليكم. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا من ذلك البيت أو من تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم إن أرض سدوم وعمورة سيكون مصيرها في يوم الدين أخف وطأة من مصير تلك المدينة. حقا والأمان لجميعنا. من يثق بالمسيح يحب المسيح. لا ثقة من دون حب. ومتى حببنا وتوحدنا بموضوع حبنا وثبت في قلبنا، وما عاد عندنا أي شك بأنه نحن وإله الكون بقلب واحد وإرادة واحدة كلمته فينا، ونحن نعمل بحسب وصاياه وإرادته، وهو عطى أمر المهمة: أقيموا الموتى، اشفوا المرضى، ردوا العيون، اشفوا البرص. كل اللي عملهم هو فينا نعملهم، يعني بلش بالإشي الأقوى، الإشي الأقوى والأهم. هيك قال لتلاميذه يعملوا، وقال لهم شو السلوكية اللي بده يسلكوا فيها: تجرد والفقر وعدم عمل أي شيء مقابل أجر أو حسنة أو يعني مال لا سمح الله. كما أنه نبهون أنه في كثار مش رح يقبلوكن. أهل السلام معناتها الروح القدس سابقكن لعندهم، هو اللي يعني بده يستقبلوكن، تقعدوا عندهم لأنه قاعدين ببيت الروح القدس، ببيت الحب الإلهي. واللي ما بيستقبلوكن وبيرفضوكن معناتها بيرفضوني لألي أنا، ومن قبيلكم قبيلني، روحوا وانفضوا الغبار، لأنه بي ما اختارن تحت اللي يكونوا من أهل الخلاص، لأنه عندهم مشكلة معينة بدكم تنتبهوا منهم. ولكن يلي بيأذيكم واللي بيضركم واللي معناه أنه عم بيحب تعزيمتكم برسالتكم، ما تعطلوا هم، مش بهالعالم الدينون، الدينون بالعالم آخر، لأنه المسيح بيضل يوصي أنه الخروف الضال، أكيد هو ضال من أهل الملكوت، ولكن حتى الغريب بيحب أنه يكون له الخلاص. إذن هيدا هو دورنا نحن كرسل، مش دور الرسل اللي مرقوا الله يعطينا شفاعتهم، عملوا رسالة وخلصوا، إنما هيدا الكلام وجه لأن اليوم نحن قادرين ننفذ كل كلام الإنجيل ونحتمل صليبه